نراكم من جديد والفقرة الحوارية الأولى من برنامج الأهلي الليلة، وفقرة مهمة جدا لأن عندنا ملفات كتيرة. والنهاردة بالتأكيد ضيوفي بنتكلم في رؤية فنية ورؤية إعلامية ووجهة الإعلام الرياضي والصحافة الرياضية في الأحداث الرياضية فيما هو متعلق بالدوري الممتاز مباراة الأهلي وطنطا، أيضا كمان دوري الدرجة الثانية، وفي كلام كتير جدا في دوري الدرجة الثانية وعلى فكرة تأثيره رايح قوي للدوري الممتاز فيما هو متعلق ايضا كمان في مساله البث الفضائي وحقوق التسويق ورابطه المحترفين، هل هتطبق في الممتاز الدرجه المحترفه الدرجه الاولى بس ولا في الدرجه الثانيه؟ هنتكلم عن البطوله الافريقيه، حلقه او فقره فيها تفاصيل كتيره جدا، والنهارده هنسمع وجهات نظر مختلفه لان معانا وجهه نظر فنيه ووجهه نظر اعلام رياضي ونقاد رياضيين. في البدايه برحب بالتاكيد بالكابتن اسامه عرابي نجم النادي الاهلي السابق والمدير الفني وصاحب التجارب العديده مع العديد من الانديه في الدوري المصري. كابتن اسامه نور الدنيا واهلا بيك في قناه الاهلي. يا استاذ محمد واستاذ باهي لما طبعا هتقدمه والجماهير النادي الاهلي وكل الجماهير المصريه. بالتاكيد استاذ محمد باهي الناقد الرياضي وصاحب الكواليس والاسرار في مساله الممتاز بيه بالتاكيد خلال الفتره الاخيره، ترحب بيك ووجودك النهارده معانا بالتاكيد هيثري الماده الاعلاميه في هذا الحديث. اهلا بك استاذ محمد واهلا بكابتن مصر، سعيد اني معاكم النهارده واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيكم. طيب هنتكلم في محاور كتيره، ابدا بس الاول بالحديث عن دوري المظالم، ومش هنتكلم في فنيات قوي بس هنتكلم في الحصاد لان النتائج في الدوري المظالم بالتاكيد في نتائج متباينه ما بين فرق واخرى مجموعات واخرى، وفي نفس الوقت بقى هنتكلم عن امور متعلقه بالتسويق والبث الفضائي ورابطه المحترفين وما تاثير ده على الدرجه الاولى والدرجه الثانيه او الممتاز والممتاز به في الفتره القادمه. كابتن اسامه، الدرجه الاولى الدرجه الثانيه او الممتاز به زي ما بيطلق عليه بالمسمى المعروف، حصاد الممتاز به هل شايف فيه مفاجآت؟ هل شايف فيه فرق هتبقى واعده او تصعد للدوري الممتاز خلال الفتره الجايه ولا شايف المستوى الفني ازاي؟ ما فيش شك في كده، في فرق عريقه ظروفها متاخره ومتازمه جدا، وفي فرق تعتبر جديده في المجال الكوره ما بقالهمش مثلا 4 5 6 سنين وابتدوا يصعدوا ومتسيدين اكتر، او يمكن 3 فرق منهم هم 3 مجموعات متسيدين المجموعات اللي هي سيراميكا في مجموعه القاهره وفاركو في مجموعه بحري والبنك الاهلي في مجموعه الصعيد، يعني 3 جداد على الكره المصريه. انا بتكلم في عدد السنوات، لما تيجي بقى تشوف فرق كبيره عريقه زي الترسانه مثلا موقفه متازم جدا عنده 9 نقط، سيراميكا الاول عنده 27 نقطه، يعني فرق شاسع. ده ترسانه مثلا بعرقته دي بيصارع من اجل البقاء، بقاء في الممتاز به. المريخ بتاريخه الكبير برضو نفس الشيء، بتروجيت متارجح، يعني هو بعيد شويه عن المنافسه ولكن مكسب الماتش الاخير وصل ل 15 نقطه بس طبعا لسه بعيد جدا عن سيراميكا المتقدم في المجموعه ب 27 نقطه. ففي فرق كتيره كانت في الدوري الممتاز او فرق جماهيريه موقفها صعب، وفي فرق صاعده او بقى لها مده قليله في الدوري المصري او على السمع حتى بالنسبه للجماهير المصريه، في ناس كتير يمكن ما تسمعش عنها قوي، ابتدوا يبقوا هم اللي في المقدمه، يعني دي من طبعا من الحاجات الواضحه، وده انا شايف انه عنصر المادي فرق كتير جدا وفرق في الكره في العالم كله بشكل كبير. انت بتتكلم سيراميكا طبعا معروف امكانياتهم كبيره ويعني شركه خاصه ومعروف، نفس الشيء فاركو، نفس الشيء طبعا البنك الاهلي، فواضح انه عنصر المادي طاغي بشكل كبير، فرق كتير جدا في الكوره في السنوات الاخيره يمكن اكتر من سنين قبل كده فاتت كان الاحتراف فيها قليل شويه، يعني كان الانتقالات للعيبه كانت قليله، الموارد كانت قليله من 10 15 سنه مثلا بالنسبه، انا بتكلم بالنسبه للكره المصريه يعني، لكن الفتره الاخيره واضح انه العنصر المادي بقى مؤثر كتير جدا 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 في كره القدم. طيب استاذ محمد، هل كلام الكابتن اسامه على مجموعه القاهره فقط ولا لا بالعكس المجموعات الثلاثه بنفس المعيار التاثير المادي طاغي اكتر على الاسامي او الامكانيات الفنيه او حتى الجزء التاريخي لهؤلاء الانديه اللي موجودين في الممتاز به؟ بص، لو بصيت للثلاث مجموعات هتلاقي طبعا على راس كل مجموعه فريق مؤسسات، وهتلاقي برضو المركز الثاني باستثناء بني سويف برضو فرق مؤسسات وهيئات وشركات. ده يعني ان دوري الممتاز به ان الكره الجماهيريه في خطر،
الجماهيريه وجماهيريه اللعبه وشعبيه اللعبه في خطر بالنسبه للدوري الممتاز بيه والقسم الثالث بالذات. لو بصيت هتلاقي في المجموعه الاولى البنك الاهلي ثم بني سويف والالومنيوم، الالومنيوم يا دوبك فرق بوند، يعني معنى كده انديه مؤسسات. المجموعه الثانيه هتلاقي سيراميكا وهتلاقي الداخليه وهتلاقي قناه، يعني معنى كده مؤسسات. هتلاقي المجموعه الثالثه هتلاقي فاركو، هتلاقي غزل المحله مؤسسات، يعني معنى كده ان جماهيريه اللعبه وشعبيه اللعبه لو لم تبحث عن وسيله لانقاذ هذه الانديه الشعبيه من الغرق هتتهاوى. دي نقطه. النقطه الثانيه انا برضو مع كابتن اسامه عرابي في نقطه مهمه جدا، ان الماده لا، في انديه معاها فلوس. النهارده بقير الاسمده جايبين لاعب اغلى لاعب في دوري القسم الثاني في الافارقه هو كرافالا 500,000 جنيه، بما يعني ان عندهم اقل عقد شارينه بالسعر ده. ده شارينه ده غير عقده غير فلوسه هو. 500,000 جنيه في الممتاز بيعتبر رقم كبير. طبعا جايبينه من دمنهور ب 500,000 جنيه بعد صراع مع فاركو وفاز بيه ابو قير الاسمده. النهارده اقل عقد في ابو قير الاسمده كام؟ 250، وانت طالع لحد 350 وممكن 400 كمان. ده طب تعالى شوف ابو قير الاسمده في المركز الكام؟ مركز التاسع. تعالى شوف الترسانه، الترسانه لاول مره في تاريخ نادي الترسانه يتخطى حاجز او يتخطى عقد لاعب 300,000 جنيه وانت طالع. وجايبين لعيبه اصلا كمان كانت من الدوري الممتاز. اذا هنا مش الماده مش كل شيء. تعال شوف شبان هنا اقل عقد في ال 36 نادي كام؟ 30,000 جنيه. النهارده كمان الزين لما بكلمه بقول له انت هتجيب لعيبه هتجدد لعيبه بكام في يناير صفقاتك؟ قال لي ب 7,500. بدي له 7,500 عشان يجي يلعب لي في يناير، والترسانه بيدور على اللعيب ب 400,000 جنيه. اذا هنا العمليه مش عمليه ماده بس. النهارده شبان هنا في المركز الرابع في المربع الذهبي. اذا هنا الاداره فتش عن الاداره ثم فتش عن الاستقرار. استقرار العمليه مش عمليه فلوس وخلاص انا معايا فلوس اجيب لعيبه، لا لا لا. طب ما انت عندك في انديه النهارده عملت صفقات يا كابتن اسامه في يناير. انا استغربت لعيب بقاله 4 سنين جايب جونين ومهاجم بيدور على فرقه بتدور على مهاجم، جايبين لعيب جايب جونين يا كابتن اسامه، جونين، جون السنه اللي فاتت وجون السنه اللي قبليه، والسنه دي ما جابش ولا جون، بيتعاقدوا معاه في يناير. طب ده هيجي هينقذك ازاي؟ هيجيب لك اجوان فين؟ جايب سيرد باك مثلا او جايب حارس مرمى دخل فيه جوان قد كده ازاي؟ يعني الناس اللي بتدور على الصفقات عشان تدعم والحاجات دي، العمليه مش عمليه امكانيات، عمليه اداره. ازاي انت تبحث عن الانسب اللي هو ينتشلك او ينقذك زي ما بيقول. طيب كابتن اسامه اتفضل. طبعا انا مع باهي في جزئيه انه الماده مش فقط ولكنها مهمه جدا، لكن زي ما هو قال عنصر الإدارة مهم جدا مع المادة مهم. لكن هي بقت عنصر كبير في كرة القدم يعني أساسي. طبعا. بس أهم حاجة إزاي تدير هذه المادة. طبعا. طبعا ممكن زي ما هو قال بالظبط إنه ممكن في أندية تبقى معها إمكانيات مادية ومش بتدير المنظومة مظبوط، يعني ده حقيقة. طيب واضح من كلامكم إن الدرجة أو الدوري الممتاز الفترة الجاية مقبل على تصعيد أندية مش أندية جماهيرية، بالاضافه للانديه الموجوده في الدوري الممتاز مش انديه جماهيريه. واضح ان التاثير الدوري الممتاز جاي نابع من الممتاز به. يعني الانديه الجماهيريه بتفقد قيمتها في الدوري الممتاز وبتنزل معظمها للدرجه الثانيه، ولما بتنزل بتجد صعوبه في ان هي تصعد ثاني. وبتطلع شركات او بتطلع انديه راس المال بيتحكم فيها بنسبه كبيره جدا، فبتبقى موجوده بشكل رسمي في الدوري الممتاز بعد كده. طبعا ما انا قلت لك عشان الناحيه الماديه مؤثره مع الاداره الكويسه طبعا. مش في مصر بس، بقت في العالم كله. انت بتعرف تشتري لعيبه جيدين بفلوس، انت بتعرف تجيب مدير فني كويس بفلوس، انت بتعرف تصرف على مكافآت، مفيش متأخرات على لعيبه، مفيش مشاكل عندك اداريه. لكن من الجايز ان فرقه تبقى امكانياتها الماديه قليله يحصل مفاجأة أو طفرة في سنة من السنين إن هي تصعد، بس دي هتبقى صدفة. لكن في الغالب اللي هو عنده قوة مادية طبعًا مع جانب الحاجات اللي الأستاذ بهاء قال عليها اللي هي الإدارة والكلام ده، هي اللي بتبقى في المراتب الأولى، مش بس في الدرجة الثانية. حتى أنت لو شفت في الدوري الممتاز هتلاقي كده، لو شفت في أوروبا هتلاقي كده. الأندية الغنية هي المتسيدة. وطبعا مش عايز اتكلم كتير على تجربه بيراميدز، بس تجربه واضحه جدا كل الوضوح في مصر. تقدر تاخدها مقياس على كل هذه الامثله. نادي بقى له سنتين او 3 سنين ضخ اموال بطريقه معينه، جاب لعيبه مميزين جدا،
في سنه وصل نهائي كاس بقى صيف الدوري او دوري، يمكن ظروفه متعثره السنه دي، لكن انا بقول لك انه وفي الكونفدراليه الفريق الوحيد اللي ضمن التاهل لدور الثمانيه. طبعا ولم يخسر اي مباراه في بطوله افريقيا السنه دي. مظبوط. فدي جايه من عنصر ده مع الاداره، انا اكيد يعني. طبعا بالنسبه احنا بنتكلم في الدوري الدرجه الممتاز به، انا في نقطتين ثلاثه كنت اتكلمت فيهم قبل كده وبحب اعيد تاني عليهم في قناه الاهلي. اولا المجموعات 12 فرقه في كل مجموعه، ده عدد لا يليق بدوري محترفين مصري. في انت الشعب المصري دلوقتي وصل يمكن 104 مليون، دوري محترفين ماشي، دوري الثاني في مصر. الدوري الثاني هيأهلك للممتاز. ما انت عايز تطلع فرق قويه وعايز تطلع كون انه كل مجموعه تبقى 12 فرقه يعني بيلعب 11 مباراه في الدور، يعني بيلعب 22 في الدوري مباراه في الدوري كله. ده مش مستوى دوري يطلع لك لعيبه مميزين قوي، لعيب لازم يلعب احتكاكات اكتر من كده، يعني اقلها الدوري الممتاز اللي هو به ده اللي هو تحت الدوري الممتاز الف، على يعني ما تقول ما فيش انديه يبقى 16، انا عايزهم 18 زي الدوري الممتاز، بس 12 فرقه ده الدوري ده ما ياخدش 3 4 شهور لعب. ما هو الدور الاول خلص. أيوة. بس هنا في نقطه عشان قبل ما اكملها يا كابتن اسامه. أيوة. استاذ محمد العدد ده تم تقليصه عشان عايزين يروحوا لمرحله المجموعه الواحده، صح كده؟ لان برضه كابتن اسامه بيتكلم في جزئيه ان عدد الانديه قليل جدا، بس انا حسب متابعتي للدوري الممتاز بيه في الفترات اللي فاتت والسنين اللي فاتت كل سنه العدد بيقل. وعدد الهابطين بيكتر. عشان في النهايه توصل لمرحله ان الدوري الدرجه الثانيه والممتاز بيه يبقى مجموعه واحده. مجموعه واحده بالظبط. بس انت عندك مشكله كبيره، انت عندك السنه الجايه عايزين نعملها مجموعه واحده. السنه الجايه؟ لو عملتها 18 انا معاك، ودوري المحترفين زي الدوري الممتاز. حلو؟ طبيعي. واحنا معانا دوري المحترفين قلبا وقالبا، ولكن اليه التنفيذ، هل انت عندك اليه تنفيذ؟ لا. انت بصيت وقلت احنا مش هنعمل 18، ده هيعمل 24 نادي. انت عارف الدوري السنه الجايه مجموعه واحده 24؟ 24. انت عارف يعني ايه 24؟ يعني 46 اسبوع. يعني سنه. يعني طب هتيجي هتضغط الماتشات، هل هينفع تضغط في ماتش الرجاء يروح يلعب اسوان وبعد يومين هيلعبوا تاني، هيلعب فرقه تانيه، طب ازاي؟ يوم رايح ويوم جاي. ما انت خليته بقى دوري جمهوريه. مش دوري مناطق. يبقى انت هتضغط هتضغط الايام، مش هتعمل كل اسبوع بقى عشان ما يبقى هتخرج من حته ال 46 اسبوع. فهتقلص الايام، هتضغطها كل 3 4 ايام. ازاي واحد في الشمال هيروح يلعب واحد في الجنوب، ادي يوم رايح ويوم جاي ويوم راحه، طب المباراه اللي بعدها هيلعب امتى؟ وازاي؟ والكابتن اسامه هو طبعا دي هتنعكس على النواحي الفنيه. هيضطر في كلام اتقال ممكن يتعمل مجموعتين، طب خلاص بقى مجموعتين بمجموعتين، يبقى اعملها ثلاثه زي ما موجوده. دي ناحيه ثانيه بتكلم باكد على كلام الكابتن اسامه. اما انت لعيب يلعب 22 مباراه، انت كابتن اسامه هتقيد كام لعيب؟ انت 30 لعيب. القايمه بتقول 30 لعيب. هتستعمل ال 30 لعيب في 11 مباراه؟ لا طبعا. استحاله. صح، برافو عليك. صح. صح؟ مش طيب في فتره الانتقالات هتضطر تمشي ناس. أيوة. اللي ما لعبتش. طب انت ظلمتهم ولا ما ظلمتهمش؟ هيروحوا يلعبوا في نادي تاني؟ مش هيروحوا. هتضطر تعمل استبدال واستكمال في يناير. طب اذا كان انت ما استعملتش العدد اللي عندك كله، ما استخدمتوش، دي برده كارثه برده. طب يا كابتن اسامه، يعني العدد يقل ولا يزيد؟ لا لازم يزيد. ايوه لازم يزيد. ما تبقى مرحله انتقاليه لغايه لما يبقى مجموعه واحده. ماشي. بص لو هتوصل انك انت فعلا هتطبق انه يبقى دوري واحد وده الاصلح للكره المصريه، مفروض اقوى واقوى واقوى طبعا. لما تلعب مثلا يكونوا 18 فرقه، انا ما اعرفش باقي بيقول 24 دي طبعا ماشي، بس هو طبعا هتبقى مضغوطه جدا بس صعبه شويه 24، لكن 20 ماشي مقبوله. 20 ماشي الدوري الانجليزي 20 ودوري كذا 20 ما فيهاش احتمالات. خلاص هو اصلا حددوا عدد المسابقه هيهبط خمسه، يعني اتبقى سبعه. انا اقصد سبعه في ثلاثه ب 21 مع الثلاثه اللي صاعدين من القسم الثالث يبقى 24. أنا خلاص اوريدي اتحسمت، يعني نظام مش هناخد وندي. لا أنا اقصد يا باي، يعني اقصد اللجنه بتاع اتحاد الكره مش هتاخد وتدي وتقول لا خليهم 18 ولا لا قرار خلاص مسابقه كده. طب اللي انا اقصده انه يطبق هذا الكلام بقى، ما يبقاش في مرحله بيتقال كده وبعدين ساعه التنفيذ هيقول لك لا اصله الفرق دي لا ما ينفعش ما تنزلش اصل الفرق لا دي لا 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 اصله هيتطبق العدد، لكن اليه التنفيذ هتنفذ ازاي؟ هي بس ده المشكله هنا، المعضله في التنفيذ. هتنفذ ازاي؟ هل هتنفذ يبقى مجموعه واحده 24؟
ولا يتعمل مجموعتين. السيزون مش هيبقى فيه وقت مناسب لانك تلعب 24. خلي بالك بس، خلي بالك برضو الدرجه الثانيه، خلي بالك ما عندهمش اي توقفات، ما عندهمش حد بيلعب ارتباطات الكاس. الكاس بس، الكاس ماشي، هو في الغالب كاكتر واحد فيهم بيكمل المباراه ولا اتنين يعني في الغالب، وما بيهتموش يعني معظم الفرق دي. وانا اشتغلت في فرق في فتره معينه، اشتغلت مع الفرق في الدرجه الثانيه، اه ما بيهتموش قوي بموضوع الكاس ده يعني. يعني حتى حصلت المفاجاه، حصلت ما حصلتش، انا مركز في الممتاز. هو عارف انه في النهايه صعبه جدا 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 انه يكمل، انه يوصل للاخر، بيبقى همه الدوري اكتر، سواء صعود او مثلا اذا كان بيلعب على بقاء او كده يعني. بس دلوقتي بقت في مشكله في موضوع الكاس ده، ارتبط مشوارهم في الكاس بتصويتهم في الجمعيه العموميه. اه ماشي، دي جزئيه ثانيه بس. انا اقصد مفيش لعيبه منتخب، مفيش بطولات عربيه، مفيش توقفات زي الدوري الممتاز، مفيش توقفات. فانت كونك انت بتلعب 11 اسبوع في الدور و22 اسبوع بس طول السنه دي بالظبط تاخد 3 شهور، وهنقول في شهرين اعداد 5 شهور. يعني لعيب كوره محترف يفضل 7 شهور ما بيعملش حاجه او 6 شهور، ده ما مش موجوده يعني في العالم كله. يعني نوسعها قوي يا ضيقه؟ لا، ما هو ما هي ما انت كلامك مظبوط، هي المفروض ما تبقاش واسعه قوي وما تبقاش ضيقه قوي. يعني هي لغايه 20 نادي تبقى ممتاز، يبقى مناسب جدا، وعلى مستوى الجمهوريه ويصعد 3 فرق. اولا فيها يعني شيء من العداله شويه، صح. ما يبقاش ان اصل انا عشت دي شويه، انا مرتين ابقى فارق عن الصعود 2 بونت مثلا، بالظبط، اطلع نمره 2 وكاني ما عملتش حاجه. يعني سنه كنت مع جاسكو في بداياتي، دجله صعد باتنين تلاته بونت عليا، وكانك انت مره في السكه الحديد نفس الشيء، الداخليه صعد وانا بعديه بتلات اربعه بونت. طب ما هو بتبقى صعبه كمان. فكون ان تلات فرق بتدي امل انه 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 يعني في فرصه، كذا فرصه، في فرصه. حتى اللي هو مثلا الخامس والسادس والسابع هيبقى عنده فرصه انه يطلع تالت مثلا. انت لما تيجي تشوف الجدول دلوقتي يكاد يكون يعني يعني في مجموعتين المنافسه لسه واضحه فيهم، في مجموعه ممكن يعني ماتش كمان وخلاص يعني. ممكن يبقى الموضوع مجموعه سيراميكا دلوقتي، سيراميكا 27 نقطه، القناه الثاني 19، الداخليه الثالث 19، فرق بينهم 8 نقط ولسه 11 مباراه بس. فرق كبير في ناقص 11 مباراه يعني. طيب، هو لو كسب اي واحد فيهم 90% خلاص صعب. طيب انا هعمل مقاطعه بس لان معانا خبر مهم. كابتن محمد عظيمه كان بالتاكيد شغال مع النجمه في الفتره الاخيره، ووجه يعني قدم استقاله، النجم اللبناني قدم استقاله وحاليا سافر المانيا، فكان عامل تجارب مميزه جدا سواء في عمان او في لبنان. طبعا فنطمن منه بس نشوف خطواته في الفتره اللي جايه. كابتن محمد عبد العظيم عظيمه، الاول برحب بيك على شاشه قناه الاهلي وموفق يا رب ان شاء الله. حضرتك موجود دلوقتي في المانيا. الو، السلام عليكم. ازاي؟ عليكم السلام محمد. وطبعا انا عرفت ان معاك كابتننا الكبير يعني كابتن اسامه والاستاذ محمد باهي الاعلامي الكبير. وحشني جدا يا محمد والله. اكيد جلسه جميله. انا اكيد مش شايفكم في التلفزيون لان انا موجود في المانيا حاليا، انما طبعا اكيد انا سعيد جدا جدا طبعا بوجودكم وسعيد بالمشاركه معاكم وخصوصا طبعا انني قناه النادي الاهلي. بالتاكيد يا كابتن عظيم. طيب اولا عايزين نعرف بس ليه تركت نادي النجم اللبناني، وفي الفتره الاخيره كان دايما بتبقى موجود في عمان وفي لبنان في كذا دوله عربيه، بيبقى دايما كده ليك وجود مع الانديه العربيه الفترات الاخيره، ليه تركت نادي النجمه وليه رحت لالمانيا في التوقيت الحالي وانت عامل تجارب كويسه حتى في الخليج؟ طبعا وللاسف يعني انا النهارده يعني اتفقت عقدي بالتراضي مع نادي النجمه. نادي النجمه كبير طبعا، عنده جماهير عريقه ومجلس اداره محترم ولاعبين كانوا على مستوى عالي. نادي النجمه نادي كبير طبعا، معروف بجماهيره في لبنان، من اعرق الانديه اللي موجوده في لبنان والعرب، يعني ليه اسمه كبير ما شاء الله عليهم. انما زي ما حضراتكم عارفين ومتابعين، في الفتره الاخيره حوالي شهرين او 3 شهور في دايما مظاهرات، وفي زي ما بيقولوا كده يعني الحياه اوضاع غير مناسبه للعبه كره القدم يعني. يعني الاوضاع غير مناسبه، وتم تاجيل الدوري اكثر من مره. يعني احنا في الدوري لعبنا مباراتين فقط، والحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا فيهم وكسبناهم. كنا متصدرين المجموعه، ولعبت معاهم برضو من شهرين في البطوله العربيه،
لعبنا مع الترجي تعادلنا 1-1 في لبنان واتغلبنا 2-0 يعني الحمد لله كانت الامور كلها ماشيه كويس. انما للاسف طبعا اكيد في حصل دروب او حصلت ازمه ماليه مش في النادي فقط لا دي في لبنان كلها وبناء عليه طبعا الدوري بدا يتاجل مره في مره في مره لغايه لما بنسبه 90% الدوري مش هيتلعب في لبنان السنه دي او لو هيتلعب هيتلعب بشروط عدم هبوط بدون اجانب للتوفير يعني للتوفير المادي. فيعني انا اتكلمت مع الـ مع الـ مع مجلس الاداره وقعدنا مع بعض واتفقنا على ان برضو انا ما اكونش حمل مالي عليهم كبير وفي نفس الوقت انا شفنا يعني او كتبنا حاجه كويسه او انطباع كويس للمدرب المصري هناك في لبنان. اكيد انا شفت لك مباراه الترجي انا معاهم نعم شفت لك مباراه الترجي في البطوله العربيه كنت عامل مباراه كبيره سواء جدا سواء في رادس او حتى في بيروت. الحمد لله احنا كنا لعبنا كويس ويعني كان عندنا امل السنه دي ان احنا ناخد الدوري في لبنان والكاس. الفرقه كويسه عملنا شغل كويس كنا متصدرين طبعا لعبنا مباراتين في الدوري متصدرينهم مصدرين الدوري يعني الامور كانت كلها ماشيه كويس انما زي ما بيقولوا يعني يعني الظروف ما جاتش زي ما احنا عايزين والحمد لله على كل شيء. طيب حاسب طبعا نادي النجمه الكبير أكيد. وبشكر الجهاز الفني المعاون طبعا الاداره والجماهير والناس كل الناس اللي كانت شغاله معانا المنظومه كلها على الفتره اللي فاتت ودايما بتمنى لهم التوفيق في الفتره اللي جايه ان شاء الله رب العالمين. طيب محدد خطوتك الفتره الجايه كابتن عظيمه ولا عندك محاضرات في المانيا في التوقيت الحالي؟ والله انا لا انا جيت بقالي يومين ثلاثه بس هنا على المانيا هسجل نفسي لسه في الاتحاد الالماني اشوف الدنيا فيها ايه لو في عندي اي محاضرات ممكن اعملها في الفتره اللي جايه لو ما فيش طبعا في جات لي برضه عروض الفتره اللي فاتت برضه زي ما حضرتك قلت في البدايه ان انا كنت موجود في عمان السنه اللي فاتت والموسم اللي فات وربنا كرمنا طبعا وخدنا مع نادي الصفار الدوري والكاس هناك بدون هزيمه وعملنا شغل كويس جدا معاهم. في بعض العروض برضه جات لي من عمان بس مش نادي الصفار بس انا بدرس كل الامور دي كلها ونشوف ان شاء الله الاحسن ربنا يكرمنا فيه ان شاء الله رب العالمين. كابتن عظيمه بتمنى لك كل التوفيق يا رب في الفتره اللي جايه وان شاء الله تكون عندك تجربه جديده في الدوريات العربيه الفتره الجايه ان شاء الله ليك تجارب عديده وكابتن اسامه معاك اهو لو عايز كابتن اسامه عايز يقول لك حاجه. ازيك يا عظيم اخبارك ايه؟ انا يا كابتن اسامه وحشني والله حبيبي يا كابتن الله يخليك وحشني جدا. فاكر اخر جهاز كنت مع بعض؟ طبعا اخر جهاز كنت مع بعض جهاز فني في الاهلي طبعا تجربه كانت ظريفه ولكن سبحان الله بقى في ظروف حصلت في الاخر كده هي اللي ما كملتهاش يعني لكن عظيمه من المدربين الكويسين وطبعا شرفنا وشرف المدربين المصريين في عمان عمل نتائج هائله جدا مع ظفار وخد الدوري وايضا في النجمه اللبناني وان شاء الله ربنا يوفقك في المرحله الجايه عظيمه يعني حبيبي يا كابتن اسامه انت برضه يعني كابتننا في الملاعب وكان في النادي الاهلي او منتخب مصر طبعا كنت موجود معانا برضه او كنت انا موجود معاكم وكنا موجودين مع بعض لا طبعا كنا موجودين مع مارتن يول استفدنا جدا من خبراتك ومن كل الناس اللي كانت موجوده هناك دايما بنستفيد منك يا ابو الكباتن ما شاء الله عليك على خلق عالي والناس كلها دايما بتشكرك تشكر فيك وانت رمز طبعا من رموز النادي الاهلي الله يكرمك يا عظيم الله يخليك نتقابل قريب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله الله يخليك يا كابتن سلامنا طبعا الاستاذ محمد داهي وكل الناس الموجوده الله يخليك شكرك يا كابتن عظيمه وكل التوفيق ليك يا رب وان شاء الله الفتره الجايه نشوفك في تجربه جديده كده في الخليج او في مصر ان شاء الله لانك من المدربين اللي خدوا لايسنس البروفيشنال من الاتحاد الالماني وبيحاضر في الاتحاد الالماني لكره القدم فدي حاجه فخر وشرف لاي مدرب مصري او اي مدرب اهلاوي فانت تستاهل كل خير وبالتوفيق دايما يا كابتن عظيم. حبيبي استاذ محمد متشكرين جدا شكرا لجميع الناس اللي عم. شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا لحضرتك. طيب نستكمل الحديث لان كان خبر معانا دلوقتي كان استقالته او توجيه الشكر لاداره النجم على الاستمرار فكان مهم جدا نطمن على كابتن عظيم لانه كان برضه احد المدربين الاهلاويه اللي موجودين في الدوريات العربيه. طبعا طبعا زي ما قلنا انه محمد عمل نتائج هايله في ظفار في عمان وخد الدوري وعمل نتائج كبيره وظروفه هو حكى عليها في لبنان يمكن ما خلتوش يستمر لكن ان شاء الله نتمنى له التوفيق في المرحله اللي جايه ان شاء الله يعني. طيب كنا بنتكلم بقى عن الفرق والمنافسه فاتفضل محمد اتفضل. انا بتكلم على عمليه الامكانيات يعني بصيت للمجموعه الاولى مين اغنى فرقه في المجموعه الاولى؟ وشوف مركزها ايه المنيا اغلى عقود واغلى امكانيات
حدش يقول البنك الاهلي والبنك الاهلي والبنك الاهلي متوسط عقود عنده تبقى لقيمه العقود بتاعت اللعيبه 150 ل 180 ل 200 المنيا 200 و250 وانت طالع في مركزه ايه؟ المركز السادس وكان معاه جهاز فني محترم كابتن سمير كمونه في بدايه الموسم. لو بصيت لسوهاج اغلى مدرب في تاريخ الصعيد دلوقتي مين؟ احمد كشري حقيقي اغلى مدرب في تاريخ الكره المصريه من ساعه ما اتعمل سنه 22 لحد النهارده في انديه الصعيد هو كابتن احمد كشري. هو لسه هيبدا بس لسه ماسك المسؤوليه من انا بتكلم على الامكانيات. النادي عنده بقى عنده امكانيات دلوقتي سوهاج وقبليه كان كابتن نبيل محمود برضه يعتبر كان اغلى لكن كابتن كشري تخطاه في الرقم في المركز الكام؟ المركز العاشر. تعالوا بصيت للمجموعه الثانيه طبعا سيراميكا حدث ولا حرج. بتروجيت اغلى عقود في جميع في 36 نادي. والداخليه ماشي في المركز الثاني. لا بس الداخليه مش اغلى عقود. مش اغلى عقود لا متوسط دلوقتي اذا نزل يعني ضرب النص غطس زي ما بيقولوا. بتروجيت اغلى عقود وصل لعقد اللعيب مليون جنيه لان طبعا هابط من دوري ممتاز وكان بنفس العقود اضطر انه يستغنى عنهم في يناير. عنده جايب حارس مرمى من الشمس ب 750 الف جنيه ما لعبش ماتش. اذا هو امر متفاوت. اذا هنا الاداره يا جماعه يبقى امر متفاوت. الاداره انا معاك تماما لازم يبقى في اداره بس لازم يكون برضو العنصر المادي موجود طبعا. لانه بقى مؤثر ما فيهاش كلام انه بقى مؤثر طبعا. يعني لكن أكيد. انا معاك ان الاداره طبعا تفرق كتير طبعا. طيب كابتن اسامه احنا بنختم الحديث عن الناحيه الفنيه للممتاز بيه لان عندنا حديث عن الاهلي والبطوله الافريقيه وعايز اخد رايكم في كذا قضيه في الفتره الحاليه. مين اقرب الانديه اللي انت من دلوقتي بعد نهايه الدور الاول تقدر تقول قريبه من الصعود للدوري الممتاز؟ سيراميكا لانه عنده 27 نقطه ويليه القناه والداخليه 19 فرق كبير 8 نقط. تخيل انت لا محاله لو القناه والداخليه في الماتشين اللي جايين ليهم مع سيراميكا ما كسبوش مش هيخشوا معاه في المنافسه. يعني سيراميكا لو كسب القناه او الداخليه انا بقول لك هو تاكد ان هو هيصعد يعني بنسبه 95%. ليه؟ لانه لو هو كسب القناه هيبقى 30 انا بتكلم انا مش عارف ماتشهم امتى بس انا بقول لك يعني هيبقى 30 والقناه 22 هتبقى القناه 19. هو طبيعي لو عايز يصعد لازم يكسب المنافس اللي لا معلش هو سيراميكا هيستمر المنافسه حتى لو خسر من القناه والداخليه عشان فرق النقط 8 نقط. لكن هو لو كسب واحد فيهم او خد 4 بونت من واحد من الاثنين وبعدين هو نتائجه هايله الصراحه عامل 7-8 فوز 3 تعادل ما اتغلبش ولا مره طول الدور الاول 15 له 15 جون وعليه 5 يعني اقوى هجوم واقوى دفاع. وهيلاعب الداخليه الماتش الجاي هيلاعب الداخليه اهو هيلاعب الداخليه اللي هو 19 تمام. بص لو الداخليه ما كسبتوش يبقى الداخليه بره المنافسه تمام. المجموعه الثانيه المجموعه الثانيه اللي هي فاركو غزل المحله ودمنهور دول متقاربين يعني فاركو ماشي اول ب 23 نقطه بس دايما غزل مجموعه بحر يبقى فيها المنافسه لغايه اخر اسبوع لا ومجموعه القاهره والله بس هي السنه دي مش عارف ليه الفرق وسع كده شويه لان النصر بعيد الترسانه بعيد بتروجيت مفاجاه يعني عنده لعيبه هايلين وعنده مدربين هايل بس مش عارف بعاد يعني 15 نقطه بعاد تمام. اعتقد هيبقى صعب عليهم المنافسه على الصعود لكن في بحري في ثلاث فرق بسيط. بحري في فاركو 23 نقطه في غزل المحله 21 نقطه في العاب دمنهور 18 نقطه في 16 بقى المنصوره والرجاء والبلديه عندهم امل ان هم يخشوا القاهره يعني ترابع لكن طبعا هي واضح ان فاركو غزل المحله والعاب دمنهور هم الاقرب حتى الان ان حد فيهم يصعد يعني طيب. لانه بيتفاوت مجموعه الصعيد ومجموعه الصعيد في البنك الاهلي 24 نقطه بني سويف 23 نقطه الالومنيوم يمكن دي اكتر مجموعه متشابهه الالومنيوم 22 نقطه الشباب شبان هنا 19 تليفونات 16 كل دول عندهم لسه امل فرصه وان كان البنك الاهلي وتليفونات بني سويف هم اللي بيتبادلوا واحد فيهم يبقى اول بعدين يرجع تاني بعدين واحد يطلع اول يعني الاثنين ماشيين بخطى ثابته يعني تمام. فانا بتكلم في ايه عدد الماتشات القليل ده مع الفوارق دي ما بيديش مساحه للمنافسه ولا تشوف مستوى فني كبير غير 15 16 فرقه ده انا في مباراه كنت بتكلم فيها تخيل انت القناه كان بينافس على مثلا المركز الاول لو اتغلب ممكن ينافس على الهبوط لان في 5 فرق بتهبط فانت لما تيجي تشوف اللي هو لغايه الكوكاكولا والنصر وشبين كانوا 14 نقطه القناه 18 نقطه يعني تخيل واحد دلوقتي 19 بعد ما خد النقطه الاخيره
بينافس على الصعود ممكن ينافس على الهبوط. انا ما هو طبعا مش هينافس على الهبوط بس انا بقول لك ممكن ينافس على الهبوط. تقارب النتائج تقارب النقط لانك انت بتنزل نص الدوري. انت بتلعب 12 وعايز تنزل خمسه. نزل نص الفرق نص المجموعه طبعا. فطبعا صح. بس انا شايف بالنسبه للمجموعه الثالثه يمكن دمنهور بيزق شويه. دمنهور النهارده باع اغلى لعيبه افضل لعيب عنده هدافه باعوا لفاركو. فاذا فاركو عندهم هداف الدوري هو علي بهيج خد واحد محسن بقى الاثنين في فرقه واحده. اذا هنا المنافسه بين فاركو وغزل المحله. وانا شايف ان ابو بقير هيفوق في الدور الثاني. شايف ان بلديه المحله برضه هيفوق لان عندهم امكانيات. انا بتكلم على ان صفقات يناير مش هتفيد الا الفرق اللي هي في وسط الجدول مش اللي على القمه. اللي على القمه خلاص معدي وبنفس اللعيبه. بالعكس لو جاب لعيبه ممكن يهدوا له الاستقرار ده. فهو عنده امكانيات جيده بالمجموعه اللي معاه بالظبط. يعني مثلا شايف فرقه مثلا زي الاعلاميين في المجموعه الاولى جاب صفقات كويسه وهتفيده. وانا شايف ان الاعلاميين هيبدا يخش في موضوع المنافسه في الدور الثاني بالذات. اقول لك على حاجه الالومنيوم ده مش ماشي مركز ثالث ده ممكن الاسبوع الجاي بقى اول. لو البنك الاهلي مثلا اتعادل مع الالومنيوم او اتغلب من الالومنيوم. لو بني سويف رايح شبان اينا وشبان اينا ما بيتغلبش على ملعبه. لو اتعادل الالومنيوم لو كسب وعنده فرصه على ملعبه بقى اول. طيب. اذا هي لعبه الكراسي الموسيقيه في بالذات وقت لعبه الكراسي الموسيقيه ودايما الممتاز بيه مليء بالاحداث ودايما المباريات ساخنه. السؤال بقى الاهم عشان نختم بيه الملف ده دوري الممتاز بيه وده ليه علاقه برده بالممتاز الف لان يعني ايه بيحصل اندماج بينهم في مباريات الكاس. هل في ازمه في مباريات الممتاز بيه في موضوع البث والرعايه وفي موضوع نقل المباريات وفكره كمان الرابطه المحترفه في الممتاز بيه فيها ازمه ولا ما فيهاش ازمه؟ ده الموضوع ده محتاج ساعات. اقول لك ده قمه. طبعا ده قمه الازمات. اقول لك على حاجه اسال الانديه خدوا فلوس السنه دي من كاس مصر. طيب مين اللي طبع لهم هو في كاس مصر بيدفع 5000 جنيه رسم المشاركه ووصل ل 10000 جنيه لان في حاجه اسمها مرحله تاهيليه ثم مرحله تمهيديه. طب ايه العائد ليه بقى في الكاس؟ مفيش ولا عائد. هات لي نادي في مصر من الممتاز به خد فلوس بقى له 3 4 سنين من كاس مصر هو مش بيرتدي تيشيرت الاتحاد. حلو قوي. مين اللي بيطبع اللي هو الراعي على التيشيرت بتاع النادي ده بيديله سي دي ويقول له خد اطبع على التيشيرت بتاعك. حتى ما ادهمش اللبس اللي هيلعبوا بيه ولو ما لعبتش هنخصم منك. طب انت جدتني اصلا عشان تخصم مني خالص. بقول لك 3 4 سنين هات لي نادي في مصر قسم تاني او تالت خد فلوس من كاس مصر. عشان كده كان في ازمه في مباراه بني سويف والاهلي. طبعا بني سويف قال لك مش هلعب الا لما تبعت لي فلوس وفي الاخر لعب. طب اطبعوا لي حتى الارقام او اسم الراعي على الفانيلا. قال لك السيديات تيجي واحد من اداري يجي ياخدها وتتبع على اللبس بتاعك طب انا كنادي في الممتاز لما العب في الكاس وبلبس راعي الاتحاد مش في مقابل باخده مقابل ده؟ المفروض ما خدتش مقابل. بقول لك ما خدوش فلوس. ما خدوش فلوس بقالهم 4 سنين. هو بتقول لي السنه دي بس. هو الموضوع بتاع الممتاز ده عايز وقفه جامده جدا. جدا. لانك انت ده هو الصله بالدور الممتاز الف واللعيبه ولازم تقويه ولازم يبقى فيه نواحي ماديه اقوى من كده للفرق والرعاة. اتحاد الكره بيدي دعم للممتاز ده؟ ما هو ما هبايل فاهم الكلام. مفيش الكلام ده. انت عارف هو وعدهم بكام؟ اللي يصعد هياخد كام؟ 250,000 جنيه. اللي يصعد للدور الممتاز. ده لأول مرة ما حصلتش قبل كده إن فرقة بتصعب بتاخد فلوس. طيب بلاش كده. هنطبق دوري المحترفين، هتدي كل نادي كام. بس من مصلحة الأندية دي إن يطبق دوري المحترفين. دوري المحترفين هينظم العلاقة ما بين الأندية والاتحاد. ده تنظيم إداري. تعالى بقى تنظيم إداري هيجيب الفلوس، هيجيب الناحية المالية. لا فلوس فين؟ ده في أزمة في الدوري الممتاز. ما هو لو دلوقتي لو الممتاز أنت عارف الشركة الراعية عليها كام؟ 100 مليون. عليها 100 مليون جنيه. ده للممتاز بيه ولا للاتحاد؟ للاتحاد الكوره. ده دي قصه ثانيه. طيب هتدي اذا كان ما اداش الدوري الممتاز يا كابتن اسامه هتدي الممتاز بيه منين؟ هتطبق دوري محترفين هتديهم فلوس منين؟ انت كل انديه هتدي من البس هتديهم قد ايه؟ سمعنا من سنتين قال لك هتديهم 2 مليون، 2 مليون يجيبوا كام لعيبه يا كابتن اسامه؟ وانت عايز القيمه الماليه ما تجيبش. تقول لي 2 مليون ولا 5 مليون لو طبقوا دوري المحترفين في القسم الثاني الانديه هي اللي هتدير المسابقه بنفسها. والاتحاد بره انديت ايه بقى اللي انديت القسم الثاني نفسها هتعملها منين؟ هي تعمل رابطه. طب ما كانت معموله وتحت دي كانت لجنه انديه. لا وتحت قبه الاتحاد وتحت شرعيه الاتحاد ولا كان ليهم قرار ولا كان ليهم لازمه. كانت التوصيات بتتحط في الادراج. طيب باشا الموضوع ده لو ما حصلش بالانتخابات رابطه الانديه الدوري الممتاز بيها كابتن اسامه لو ما حصلش بالانتخابات مش بالاختيار بالانتخابات يبقى انت سايد قرارك.
بالاختيار انسى، ما تقوليش دوري. لازم انتخابات، هي لازم انتخابات، واللائحه الجديده لازم. اللي بتتعمل في الاتحاد هي لازم تعمل أكيد. المعايير دي وتحدد المواصفات دي. هو كل الكلام اللي بيتكلم فيه باهي طبعا اكيد كلام محترم، وهو فاهم واكتر واحد فاهم في القسم ده. ده قال كلام مهم، لازم قال مفيش فلوس ومفيش لبس ما هو انت عايز تقوي الكره ازاي؟ انا فاكر كويس جدا حتى في الدوري الممتاز انت بتتكلم في فرق بتاخد 8 مليون و 8 مليون ايه في الدوري الممتاز؟ ما ينفعش. انت عايز تقوي المنتج كله، المنتج كله. يعني انا فاكر لما كنت بشغال مع مارتن يول كان يقول لي في حد ادنى لازم يتاخد على طول لاي فرقه تصعد، كان مزبوط. ساعتها بيقول لي رقم مش عارف 200 مليون استرليني او حاجه كده، بقياس الدوري الانجليزي. انا بتكلم على الدوري الانجليزي عشان هو يبدا يدعم. رابطه عايزه تقوي الدوري، عاوزه تقوي المنتج للعالم كله. لما تشوف ماتش من الفرقه الاخيره او قبل الاخيره او كذا ما تعرفش النتيجه، ما تحسش ان في فرق. في فروق طبعا، بس يعني بتحس المسابقه بتبقى قويه. لكن ما ينفعش مثلا دي طبعا اكتر في الممتاز به، ما ينفعش مثلا فرقه بتاخد 8 مليون وهي يعني بعيد خالص. يعني موضوع بعيد، يعني الموضوع بعيد. عايزه بقى وقفات جامده. مش وارد مش وارد ان شبان انا دي تصعد؟ مش ممكن الكوره فرق 2 بونت مثلا 3 بونت. لا دي مجموعه تصعد، مجموعه متشابكه جدا بتاعت ابن سوف. طب اقول لك حاجه، طب ما ابيله صعدت عملت ايه؟ هتهبط اهي. أيوة. عندها 5 بونت هتهبط. بقول لك الماليه صعدت. أيوة. عملت ايه؟ أيوة. هتهبط. ايوه هتبقى قسم درجه ثالثه. أيوة. طب خد عندك دي سريعا كده، انت عندك 167 نادي في القسم الثالث، عارف يصعد منهم كم دوري محترفين؟ ثلاثة بس من 167 نادي. ايه ده ازاي يعني؟ لا ده عايز قضيه، ده عايز قضيه كبيره قوي. طيب بكره مباراه، نبدا نتكلم في الدوري الممتاز، وبكره مباراه الاهلي وطنطا في الدوري. طبعا الحديث عن الدوري الممتاز مختلف تماما عن الحديث عن الممتاز بيه. تتكلم بقى في صوره، في نقل تلفزيوني، طبعاً. في رعايه، طبعاً. في حقوق، طبعاً. في كواليتي لعيبه كمان، مستوى مختلف. كابتن اسامه، مباراه الاهلي وطنطا على المستوى الفني، على مستوى الاختيارات اللي اختارها ريني فايلر في مباراه او قائمه مباراه الغد، وبالقياس بعد مباراه بلاتينيوم كجهاز فني، يقدر ازاي يتعامل بعد ملف افريقي لملف محلي؟ لا هو ده طبيعي في 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 اي حد بيشتغل جوه منظومه زي النادي الاهلي، عارف انه بيلعب في اكتر من بطوله. اللعيبه نفسها متمرسه على الموضوع ده، بنلعب مباراه اوتوماتيك خلاص بتقفل بباب حديد يعني على البطوله اللي هي الافريقيه، وانت راجع بتركز في الدوري لانه انت بتلعب في اكتر من بطوله، انت عايز تحصد اكتر عدد من البطولات، من النقط كمان. لا اتكلم على البطولات عامه. دوري عايز تاخده، بطوله افريقيا عايز تاخدها، كاس عايز تاخده، سوبر عايز تاخده. النادي الاهلي بيلعب على كده، فاللعيبه نفسها فاهمه الكلام ده كويس جدا، وفاهمه ان هي ماشيه كويس قوي في موضوع الدوري العام. والدوري العام لما هو هيفضل يكسب هتريحه جدا في بطوله افريقيا. صحيح الامور اتأزمت شويه في بطوله افريقيا، بس احنا قادرين ان احنا نكسب. ده انا قلته حتى في بدايه البرنامج، قلت كل ما بتكسب في المباريات المحليه هتلاقي نفسك انجزت بشكل كبير في الدوري، فيبدا تركيزك بقى على افريقيا. ده مظبوط. وغير كده نفسه المدير الفني بيبتدي يدي فرص لما تكون انت بعيد عن المنافسين اللي وراك، غير لما تكون العمليه مزنوقه بينك وبين المنافسين اللي وراك، اللي هي بالذات الانديه اللي هي بتنافسك دايما زي الزمالك زي بيراميدز، انك انت ممكن تخايف تخسر الدوري. لكن انت دلوقتي النادي الاهلي لعب 10 مباريات كسبانهم وعنده 30 نقطه، مرتاح نسبيا كتير في الدوري العام، فيقدر مستر فايلر بقى يغير شويه، يقدر واحد شايف انه تعبان محتاجه اكتر في البطوله الافريقيه يريحه ما يلعبوش، ممكن ده بيحصل معاه، لكن غير لما يكون متازم. فانا شايف انه سواء مستر فايلر او اي اجهزه فنيه جات للنادي الاهلي قبل كده او حتى اللعيبه، وطبعا سيد عبد الحفيظ متمرس في الموضوع ده كمدير كوره وعارف، احنا فاهمين القصه انه أكيد. انه بتفصل خالص بين بطوله وبطوله، طبعا بتفصل خالص، لانك انت مش عايز تخش في حزبه بيرما. انت صحيح بكره عندك طنطا يعني عندها 10 نقط وفي بس دجله واسوان وراها، فارق المستوى كبير، لكن عامل مباريات برضو كويسه. ايوه طبعا عامل مباريات كويسه، وكمان الكره ما فيهاش
يعني نادي صغير ونادي كبير صحيح وارد فيها المفاجآت، وارد فيها، انا اقصد وارد فيها المفاجآت، في طبعا انديه كبيره وانديه صغيره، بس انا اقصد انه وارد لو ما حطيتش كل طاقتك وتركيزك في المباراه ممكن بتحصل مفاجاه زي ما المفاجاه الاخيره حصلت في ماتش بلاتينيوم. فاعتقد انه النادي الاهلي قادر يتخطى الموضوع ده، وبكره قائمه اللي قالها معاك يا كابتن اسامه محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير على في حراسه المرمى، رامي ربيعه ومحمود متولي وياسر ابراهيم وعلي معلول واحمد فتحي ومحمد هاني ومحمود وحيد في الدفاع، في عمرو السوليه ومجدي قفشه واحمد الشيخ وحسين الشحات وجيرالدو وكهربا، وفي جونيور اجاييه وصلاح موسى وليد ازارو ومروان محسن. تقريبا يعني الغيابات بسيطه يعني معظم وليد واليو ديانج بعد مباراه بلاتينيوم مظبوط كده، وليد اللي هم اللي اتصابوا يعني، لكن كل الفرقه موجوده، فواضح انه تركيزهم هيبقى كبير. النادي الاهلي كمان لما بيرجع من مباراه ما يبقاش فيها موفق قوي لاي ظروف بقى بيبقى الحافز اعلى، بيبقى يركز قوي في المباراه الثانيه. فانا اتوقع ان المباراه تبقى يعني قويه، وطنطا طبعا فريق مش هيبقى سهل، لكن اعتقد انه المكسب في الغالب هيبقى في صالح النادي الاهلي يعني النتيجه يعني. طيب استاذ محمد انا اسالك بقى مش كرؤيه فنيه، ليه الاعلام الرياضي في مصر بيتعامل مع الانديه الكبيره ونادي زي النادي الاهلي وبيعمل مقارنات؟ يعني يجي يقول لك الاهلي في افريقيا غير الاهلي في الدوري العام، رغم ان سهله وبسيطه جدا لو بصينا على الانديه اللي بتلعب مع الاهلي في البطوله الافريقيه ونشوف نتائجها في الدوري المحلي عليها اساسا لا بتحقق نتائج محلي ولا بتحقق نتائج افريقيه. يعني في الدوري المغربي الوداد مش متصدر الدوري المغربي، وفي نفس الوقت في المركز الثاني بست نقاط في البطوله الافريقيه. نفس الامر الترجي بيتعادل مع فيتا فرادس وبيكسب في الكونغو بنتيجه مفاجاه 2-0. الاهلي في الدوري عامل نتائج متميزه جدا اداء ونتائج، وفي افريقيا المباراه الاخيره امام بلاتينيوم. ليه الاعلام بيحاول يصدر صوره سلبيه، او ليه الاعلام بيحاول يبين ان في مشكله او ما بين الاهلي في البطوله المحليه والبطوله الافريقيه؟ لا هو خلينا واقعيين معلش، انت ضربت مثلا ان في فرق في ماشيه في متعثره في الدوري المحلي وماشيه في افريقيا كويس، عارف ليه؟ عشان الدوري عندهم قوي. انت ما عندكش دوري قوي. معقوله؟ اه طبعا انت ما عندكش دوري قوي. طب ايه معيار ومقياس الدوري القوي؟ هقول لك انا، الدوري القوي هو بيفرز لعيبه منتخبات. تمام حلو، انت في المنتخب مركزك ايه على العالم دلوقتي وعلى افريقيا؟ ماشي، لو بصينا على تونس والمغرب المحترفين هم اللي بيمثلوا المنتخب. عملت ايه في كاس الامم الافريقيه؟ خرجت من دور الستاشر، انت ما عندكش منتخب، انت ما عندكش منتخب محلي، ما عندكش لعيبه محليه قويه. انت الدوري اللي لازمته ايه اصلا؟ ما اتعمل ليه؟ مش عشان منتخب، عشان يفرز لعيبه منتخب. مظبوط، اذا ما عندكش منتخب يبقى ما عندكش دوري. بس الدوري ده اللي افرز لاعبي منتخب مصر تحت 23 سنه خدوا بطوله افريقيا. حلو قوي، كويس، عشان اعتمدت عليهم يلعبوا بداوا يلعبوا اساسيين، هم عماد انديتهم. لكن انت دلوقتي اختياراتك كلها في المنتخبات قبل كده كان من اللعيبه المحترفين، صح ولا لا؟ تمام، 85% من قوام المنتخب قبل كده كان من اللعيبه المحترفين. لما بدات تعتمد على اللعيبه المحليين نتائجك تراجعت. اذا هنا لا، ما تلومش على الانديه اللي هي المغرب وتونس يا كابتن اسامه ان هم مركز ثاني وثالث ورابع، لان عندهم دوري، عندهم منافسه بين انديه. انت ما عندكش منافسه هنا بقالك سنتين ثلاثه، ما فيش يوم ما بتاخد لعيب من الفرق دي في المنتخب. بس السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت الدوري ما كانش قوي، السنه اللي فاتت الدوري ما كانش قوي. لا ما كانش قوي. الدوري القوي اللي هو جمهور، لازم تحضر الجمهور، لازم لابد انه يحضر الجمهور عشان يغللك سعر المنتج بتاعك. انت النهارده لو في جمهور هيبقى في ماده كابتن اسامه، هيبقى في فلوس، في عائد داخل للانديه، وفي هيبقى في منافسه قويه. انت النهارده بعد ما طلع فين بيراميدز دلوقتي؟ مفيش، بعد ما كان ضخ اموال جامده جدا السنه اللي فاتت. طب انا هديك بدا مثال. عمل السنه اللي فاتت بقى بمنافسه ثلاثيه. هقول لك مثال، صح؟ هقول لك مثال، في 2005 الاهلي واخد الدوري بفارق كام نقطه عن اقرب المنافسين؟ كان نادي انبي حوالي 30 نقطه. تمام، مين بطل افريقيا؟ الاهلي. 2005 2006 الاهلي كان بطل افريقيا. تمام، وبطل السوبر وثالث العالم، وكان واخد الدوري قبل الدوري ما ينتهي باكتر من 10 اسابيع. ايوه، عشان كان لعبته لعيبه منتخب. تمام ماشي، صح. انا اصلا عايز اقول لك اقصد كام لعيب في الدوري الاهلي، كام لعيب دلوقتي في منتخب مصر من النادي الاهلي؟ قول لي حاليا. انت بتتكلم تتراوح من 6 ل 7 لعيبه. مفيش، لا اضرب لي من السنه اللي فاتت. لا اخر مثال المعسكر كابتن حسام بدري كان واخد 7 لعيبه. هو فين عملنا ايه نتائج ايه؟ طب نتائج المنتخب ايه؟ دي قصه ثانيه. انا طيب ما تقوليش احنا في 2005 كان كلهم لعيبه منتخب النادي الاهلي، كان منتخب مصر
خدنا بطولة افريقيا 2006 2008 2010، النادي الاهلي كان 10 لاعيبه منتخب مصر. تمام. كم لعيب في النادي الاهلي دلوقتي في منتخب مصر؟ مفيش. لا مفيش ايه، ده اعلى نسبه نادي في المنتخب النادي الاهلي. ونتائج المنتخب ايه؟ ما هو دي بقى ترجع بقى للجهاز الفني اللي موجود. احنا بنتكلم مش موضوع النادي الاهلي. لا احنا بنتكلم، لا كان طول عمر النادي الاهلي بيصدر للمنتخب لعيبه منتخبات. النهارده عماد المنتخب الاولمبي رمضان صبحي من النادي الاهلي واكرم توفيق والمعار وهكذا. مظبوط. اه صح. اذا النادي الاهلي هو المتنفس للمنتخبات يا جماعه. لو النادي الاهلي عمل كده المنتخب بيعمل كده. انا بتكلم على العناصر الاساسيه وعماد المنتخب وهكذا. منتخب مصر قوي يبقى النادي الاهلي قوي، والزمالك قوي، مصري وهكذا. يبقى الدوري، انت شايف وجهه نظرك، الدوري يبقى قوي يبقى الفرق في بطوله افريقيا هتبقى قويه. بس كده، هو ده اللي انا بقول. حتى لو انت ماشي مركز ثاني مركز ثالث، لا لو الدوري قوي انت هتنافس في افريقيا. مع وجهه النظر ده كابتن اسامه؟ لا هي فيها جزء من الصح لكن مش كلها. مش كلها. ليه؟ هقول لك ليه. بس طبعا التجربه في الدوري الانجليزي مختلفه شويه، عشان الدوري الانجليزي اقوى دوري في العالم. ومع ذلك منتخب انجلترا ما تلاقوهوش. ليه؟ لانه هما يمكن عندهم ممكن في فرق كامله ما فيهاش لعيب انجليزي. وان كان المنتخب الانجليزي في السنتين ثلاثه الاخرين ابتدى يتحسن شويه، يعني تعافى شويه. تمام. لكنه انا في تصوري من ساعه ما انا اتفرجت على كوره، انا عمري ما شفت المنتخب الانجليزي ده منتخب انا شايفه انه منتخب عادي. يعني فتره بتطلع هولندا مكسره الدنيا، فتره ايطاليا، المانيا طبعا، المانيا طبعا على طول. طبعا سيبك من امريكا الجنوبيه البرازيل والارجنتين والكلام ده، بتكلم على اوروبا. يعني تملي المتسيدين المانيا ايطاليا فرنسا. الانجليز عندهم اقوى دوري في العالم وما عندهمش اقوى منتخب في العالم. هنا الدوري بتاعنا قوي في اوقات واحيانا بيمرض شويه. السنه دي شويه الفرق باستثناء الاهلي اقل كتير من او اقل من سنوات قبل كده، يعني حتى من السنه اللي فاتت او اللي قبليها او اللي قبليها. يعني ال 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 في فرق كتير عليها علامات استفهام. انت يعني انبي تعافى في الفتره الاخيره بعد كابتن حلمي، كان بيبقى في المراكز الفوق. سموحة الى حد ما برضو، لكن ماشي سادس دلوقتي او سابع، لكن كان بيبقى فوق. المصري البورسعيدي في المصري المقاصة والاسماعيلي مش برضو تحت شويه. المقاصة تحت شويه. فشويه الانديه يمكن المقاولين واتحاد سكندري والانتاج الحربي وحرس الحدود ابتدوا يعملوا شكل كويس. هم دول اللي محافظين شويه على الشكل ان في. فممكن تكون دي نقطه سليمه في جزء منها، لكن هي مش كلها. لان الدوري المصري انا بعتبره اقوى دوري في المنطقه العربيه وفي افريقيا. انا وجهه نظري شخصيه. بس نقطه نظام، لكن كدوري واداره انا شايف مستويات قويه. عارف في المستويات السنه اللي فاتت ليه البعض كان شايف ان الدوري كان قوي؟ لان محدش بص على جدول الدوري وشاف الاهلي لعب كام مباراه بالمنافسه مع الزمالك وبيراميدز. ايوه الاهلي ما كانش لعب غير مباراتين، وكان مثلا ايه في المركز قبل الاخير او الاخير، والفرق الثانيه كلها لعبت كل المباريات. فالناس كانت شايفه ان الدوري قوي، رغم ان بالعكس لو الاهلي كان لعب كل المباريات المؤجله كنت هتلاقي الاهلي فارق بعدد نقاط، فهيبقى نفس زي كل موسم. اي بس كان منافسينه ايه؟ كان الزمالك معدي وفي الاول، وبيراميدز كان معدي. لكن انت دلوقتي حتى لو الاهلي ليه مؤجلات، لا في فرق. هيعدي المقاولين على الاقل. هيعدي المقاولين صح. يعني كان في مقصه السنه اللي فاتت برضو في المربع وشغال، هو والمصري وبيراميدز وكل دول كانوا شغالين وكان عنده مجمعين بناط. تعال بص الانديه فين البناط بتاعتها. الاتحاد السكندري انا بقول لك لو كمل على هذا المستوى كابتن اسامه يبقى صعب جدا. ده محتاج ضخ اموال، محتاج استقرار مادي. انا شايف ان هو نادي محترم. مباراه المقاولين يعني عندك مباراه القمه اللي هتبقى بعد مباراه طنطا، المقاولين هيلاعب الاهلي. هتبقى مباراه طبعا قويه. بص يعني بعد قطع كلام بقى، طبعا ما فيش شك ان نادي المقاولين عامل نتائج هايله السنه دي، وكابتن عماد ربنا وفقه عامل نتائج هايله وفرقه مميزه وكل حاجه. بس مش منافس الدوري عام. مش منافس الدوري. لا مع احترامي الكامل، مش منافس الدوري عام. النادي الاهلي اعتقد ما فيش حد السنه دي هينافسه. يعني الاهلي بنسبه 95% من وجهه نظري، ويمكن اكتر، مش عايز اقول 99% حسم الدوري. انا بقول لك كده. بس اذا الزمالك وبيراميدز فاقوا شويه هيعملوا شكل للدوري اكتر من كده. لكن مع احترامي الكامل المقاولين ماشي بشكل كويس قوي،
لكن مش دوري عام، ممكن كاس احتمال زي ما قبل كده يعني خطفة كاس او في فترات معينه في بدايه الثمانينات كانوا شكلهم بطريقه معينه خدوا الدوري، لكن الاهلي فايق، الاهلي فايق، ولما الاهلي يبقى فايق حتى لو الانديه الثانيه قويه بيبقى صعب عليهم. يعني صح. انت امتى لما الاهلي يبقى مريض شويه ممكن تحصل مفاجاه ان المقاولين ياخد، ممكن تحصل مفاجاه ان الاسماعيلي ياخد، يدخل في المنافسه، يدخل في المنافسه لكن طالما الاهلي فايق كده يعني ما شاء الله، وبكره اعتقد انه هيكسب، اعتقد حتى مباراه المقاولين هتبقى قويه جدا، مباراه مهمه لان تلعب الاول والثاني، ولكن مش على منافس الدوري. ده يمكن كان حتى لو حصلت مفاجاه ان المقاولين كسب الاهلي مش منافس الدوري برضه. مسخن العمليه شويه قرار الاتحاد الافريقي الجديد بقى له كام سنه ان ياخد اول وثاني دوري الابطال وثالث ورابع، فتلاقي الفرق بتنافس على المركز ايوه الثاني. اذن هنا بقى المنافسه في المربع الذهبي وليس المنافسه على بطوله الدوري. على المربع الذهبي او المربع الذهبي عشان المربع الذهبي ودوري الابطال دي حقيقه المنافسه هتبقى في المربع الذهبي وهتبقى في صراع الهبوط، لان في حوالي 6-7 فرق داخلين في صراع الهبوط وبينهم فرق كبيره، فرق طيب. مش قليله يعني. هرجع لسؤالي استاذ محمد باقي، كان وجهه نظره ان الدوري ضعيف، لا مش ضعيف، انا هو وجهه نظره مؤثر على الانديه المصريه في البطولات الافريقيه. طب لا. وجهه نظرك كابتن اسامه، هل الدوري بمستواه بيبقى ليه تاثير على نتائج الفرق المصريه في البطوله الافريقيه؟ بص طبيعه الحال طالما انت بتقوي مسابقه يبقى مستوى اللعيبه بيرتفع، يبقى بيتلعب مثلا تحت ضغط، بيلعب ماتشات قويه، مفيش شك في كده. لكن مش هي بس العامل الوحيد اللي يخليك تاخد بطوله افريقيه ولا لا، يعني ممكن جدا الدوري يبقى فارق كبير كده وبرده الاهلي يقدر يحصل على البطوله، وحصلت لنا قبل كده كذا سنه في سنوات سابقه. ده في سنه اللي هي كان الدوري متوقف ساعه الاحداث الاهلي خد بطوله افريقيا 2012 كان في الدوري فهي في الاساس ان الدوري يبقى قوي وانه عشان يفرز مستويات اعلى، انك بتلعب في احتكاكات اكبر. انا لما العب 15 20 30 ماتش مع منافس قوي وبتاع دي بتعلم المستوى البدني والفني والذهني والقرارات اللي باخدها وكل حاجه بتعلي مستواي، ده طبيعي يعني. وعشان كده الدوري الانجليزي هتلاقيه مكتسحين في يعني احسن دوري، وهتلاقيه ابتدت في بطولات اوروبا وكده تلاقي اربع خمس فرق هم اللي بيوصلوا غالبا يعني. مظبوط يعني بينوشهم طبعا او بيشارك معاهم دلوقتي برشلونه وريال مدريد وبايرن ميونخ الفرق الكبيره يعني. اليوفي في ايطاليا كمان. او اليوفي برضو لكن في الغالب هم داخلين بشكل قوي يعني لانه الدوري قوي. لكن مش هو العامل الوحيد. طيب يعني اعمل مقارنه اعمل مقارنه ما بين الاهلي في مباراه المحليه ومباراه الافريقيه، ولا ده مقياس وده مقياس؟ لا ده 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 ما هو لا ما هو خلاص ما المستوى المفروض يبقى هو يعني في ثبات، لكن احيانا لظروف ضغط مباريات، لظروف انتقالات، لظروف سفر بيحصل دروب شويه، وده حصل ممكن مع النادي الاهلي في المباراه الاخيره. انت لما تيجي ده الاهلي نسبيا، انت لما تيجي تشوف بقى انت فاكر اللي عامل او من الاسباب الكبيره اللي عامله مشاكل للمصري والاسماعيلي ونسبيا الاتحاد السكندري وبيراميدز والزمالك، كل دول ضغط اللي هو ضغط الماتشات بين الدوري المصري والبطوله الافريقيه والبطوله العربيه افريقيا. ولذلك تملي الاهلي هو اللي بيقدر يصمد، وطبعا يليه او معاه الزمالك بعد كده يعني يصمد في اكتر من بطوله. معظم الفرق المصريه اللي بتشارك في اكتر من بطوله غالبا كيرفها بينزل في الدوري العام. صح كيرفها بينزل في الدوري العام طبعا. ولذلك المصري والاسماعيلي، انا بقول لك المصري والاسماعيلي وبيراميدز والاتحاد السكندري كل دول متاثرين بلعبهم في البطوله العربيه والافريقيه، وماشي في البطوله بشكل كويس خسران في البطوله الثانيه. ايوه لانه عايز عدد لعيبه كتير، عايز لعيبه متمرسه في البطولات تستحمل الضغوط، تستحمل ضغوط السفر، تستحمل ضغوط المباريات. انا بقول لك دي موجوده في النادي الاهلي ومعاه الزمالك طبعا، اكيد هو المنافس التقليدي بتاعك، وبدرجات اقل بقى في الفرق الثانيه. لكن برضو حتى الاهلي ممكن احيانا بيجي يتاثر بكتر السفريات والماتشات المتتاليه والارهاق والحاجات دي، ممكن يتاثر، ودي يمكن وضحت شويه في المباراه الاخيره في مباراه بلاتينيو. لكن ان شاء الله مباراه طنطا والمقاولين نشوف مستوى مختلف، ومع مباراه النجم مستحيل نشوف حاجه ثانيه، لان بالتاكيد اللي عايز يوصل لمرحله الدور ربع النهائي. طيب استاذ محمد باهي، عايز اكلمك بقى على موضوع تقنيه الفيديو الفار. انا جات لي رساله من كذا يعني كذا حد بعت رسائل بيقول ان الفار
لو اتطبق في الدور الثاني هنا بفتقد للعداله. هنا مفيش مبدا الحياديه والعداله، ان الدور الاول ما كانش فيه تقنيه الفيديو، الدور الثاني هيبقى فيه تقنيه الفيديو، والبطوله بدات بنظام لازم تستمر عليه. مع وجهه النظر دي ولا لا؟ والسؤال الثاني، انا بتكلم على تطبيق التقنيه، ضربت امثله في اتحادات اخرى. الاتحاد المغربي 6 شهور شغال على التطبيق لغايه لما هينفذ من اول فبراير، وعمل تجربه اوف لاين في كاس العرش في البطوله المغربيه. شايف الدوري المصري يقدر يعمل ده في 40 يوم؟ يقدر ياخد الرخصه من الفيفا في 40 يوم؟ ولا الناس مستعجله عشان تقول ان هي عملت انجاز وفي الاخر وقت التطبيق علينا نفسنا في ازمه كبيره جدا، والناس ما كانتش مهيئه ولا الحكام نفسهم مهيئين لتطبيق التقنيه؟ بص، انا مع اي تجربه في بدايتها. بمعنى انت لو سالت الكابتن اسامه عرابي تفضل تمسك فرقه في بدايه الموسم ولا اثناء الموسم؟ في بدايه الموسم انا بختار لاعبتي وبختار جهازي وبختار ادواتي، صح؟ مظبوط. بعدين في وسط الموسم انت عديت الدور الاول كله بمعيار والدور الثاني بمعيار، اذا انت هنا في فعلا مبدا عدم تكافؤ الفرص، دي نمره واحد. نمره اثنين، هل انت مهيئ نفسيا ومعنويا وماديا و انت ده انت لحد النهارده بترمي الكره في ملعب الانديه ان يشاركوك في انه يدفعوا حق ثمن الفار. لما خلاص الملف ده اتقفل كان ماشي. كان صح كان، يعني ده لسه من كام يوم، وده مخالف للبروتوكول. ده مخالف لبروتوكول الفار. ايوه، من يعني اصلا انت ما عندكش استراتيجيه واضحه من الاول. طب ما اتقفل امتى؟ طب ما كان اتقفل بقى في بدايه الموسم، يبقى انت اصلا مش مهيئ لانك انت تنفذ ده بشكل فكري حتى. وانت بتناقش تمام. الملف طرحت امور بس غير قانونيه. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه، عمليه استخدام الفار ممكن يعمل لنا مشاكل في وسط الموسم. بمعنى احنا انت النهارده لو حكم في لعبه مشكوك فيها جوه ال 18 مثلا، وليكن اي حاجه ضربه جزاء او كلام من عقبال ما يجي يستنى حد هيقول له يكون في لعبه ثانيه، ممكن تكون ضربه حره مباشره بعد اللعبه الاولانيه، لسه هيصفر لسه هيفكر. انت لازم تعمل تنفذ بتجارب عمليه، مش العمليه تاخدهم في استاد القاهره الفرعي ومباريات تجريبيه وتفضل تدي في محاضرات نظري. احنا النظر عندك مش هيجدي. كره القدم دايما كره عمليه ما فيهاش نظريه. يعني يمكن الكابتن اسامه لما يجي يعلم حد تكتيك في الملعب، كابتن اسامه عملي صح ولا لا؟ مش كله على السبوره وهكذا. انا يعني اتمنى انه يطبق من بدايه الموسم، مش من الدور الثاني. لا لا، حاسس ان الشهر ده مش هيكون كافي. مش كافي، اصل كمان في نقطه يا كابتن اسامه، انا ما ينفعش ادي ميعاد الا ما اكون رخصه طبعًا. التطبيق التقنيه خدتها رسمي من الاتحاد الدولي. هو لسه خدوها، ده لسه بيبداوا من اول امبارح، وبيقول لك من الدور الثاني. الدور الثاني ده اول مارس بالزبط. يعني الدوري الانجليزي يا كابتن اسامه قعد سيزون كامل يطبق اوف لاين. الدوري المغربي انا سالت الزملاء قبل ما ندخل حلقه الهواء، اشوف لان المغرب هتبدا قبلين على فكره. المغرب هتبدا اول اثنين، فاول دوري عربي في منطقه شمال افريقيا هيطبق التطبيق التقنيه. فسالتهم قالوا احنا بقى لنا 6 شهور شغالين وطبقنا اوف لاين في مباريات الكاس في مصر، قالوا خلال شهر ونطبق من الدور الثاني. لا خد الرخصه ولا خد اي حاجه رسميه ولا حد هيطبق اوف لاين. انا خايف يعني ايه يبقى انجاز طيب جدا، لكن ساعه التطبيق يا كابتن اسامه تحصل مشاكل في المباريات. ماشي، بس ساعه التطبيق يحصل بعض المشاكل لو مش كتيره، ماشي، في سبيل انك انت يعني ايه تدخل يعني تسرع فيها. ساعات انك انت لو بدات حتى لو خطوات تكون مش مكتمله 100% هتخليك تطور بعد كده وتحسن على بدايه الموسم، يبقى الموضوع تمام يعني. لكن لو هيحصل فيها بقى مشاكل كبيره زي ما انت تقول لسه الرخص ولسه مش عارف ايه وبتاع، دي تبقى لازم يطبقوها من اول السنه. المدد الزمنيه اللي اتقالت انا شايفها مدد لا لا لا. مش طبيعيه. لا طبعا، 4 اسابيع، شهر. وبعدين بقى انا مش هقول رايي، انا سمعت الخبراء التحكيم كابتن سمير عثمان الكلام ده من شهرين، قال عشان تطبق مش قبل السنه الجايه السيزون الجديد. أيوة. بسمع امبارح كابتن عصام عبد الفتاح بيتسال على تطبيق التقنيه، قال استحاله الدور الثاني. اجي اسمع بقى اتحاد الكوره يقول لك لا بدايه من الدور الثاني. هو بيحلم انه يبدا بالدور الثاني، حلم كويس. أيوة. بس انا عايزه على ارض الواقع ما يعملش مشاكل للبطوله. لا هيعمل. الاستعجال في الحاجات دي برضو مشكله كبيره جدا. ايه المشكله انك تستنى؟ ما احنا استنينا 50 سنه، ما تستنى 3 اشهر، استنى بدايه الدور الثاني. يعني لما الطبخه تستوي يعني زي ما بيقولوا يعني. عشان ما يبقاش دي اصل دي تحديد مصير. انت عندك كل الماتشات دلوقتي كام اخطاء متناهيه الصغر الكبر زي ما بيقولوا، اخطاء كتيره جدا في الدور الاول.
هل الاخطاء دي كلها هتنتهي بمجرد الفار؟ ده بالعكس والله هيجيب لك مشكله مشاكل اكتر طالما انت استعجلت في الموضوع. خلاص اعتبرها اشتغل على الماتشات الوديه، اشتغل على ماتشات الكاس، كاس مصر، اشتغل على كاس مصر. خدوا الرخصه، خدوا الرخصه. ممكن دي فكره حلوه. اول ما تاخد الرخصه اشتغل على مباراه كاس مصر مثلا. اول ما تاخد الرخصه طبق اوفلاين في مباراه الكاس. ايوه صح. يبقى حكامك على الاقل عرفوا بالظبط، اللعيبه عرفت المعايير، نجحت في الكاس، استمر في الدوري. اصل انت كمان مش مرتبط بميعاد، يعني اصل معلش مش قران او مش دستور. يوم 1/3 يعني يوم 1/3 ايه المشكله؟ طب خليها 10/3، خليها 20/3، خليها جرب في الكاس. ما انت مش مرتبط بميعاد محدد قوي، يعني لو ما عملتش فيه يبقى انت هتاخد جزا اكيد. كابتن اسامه مع التطبيق ده ولا مش معاه بشكل عام بقى؟ يعني شايف الفار اساسا في الدوري؟ انا بصراحه بامانه عشان اقول لك، انا في الاول كنت ضد التطبيق تماما. غيرت رايك؟ لا هقول لك ليه. انا كنت حاسس ان هي هتقلل من متعه كره القدم. انا كنت حاسس بكده، او كان في تصوري ان هي هتقلل من متعه. انا بتكلم اول ما طبقوا وطلعت الفكره بالظبط في كاس العالم، انا حسيت ان هي هتقلل من متعه كره القدم. ولكن مش عيب انك انت تتراجع في رايك لو انت حاسس انه لا. حسيت لما اتطبق الى حد كبير، هو برضو في بعض الشيء هي مش العداله 100%، لكن اتحققت بنسبه كبيره، بنسبه كبيره صراحه. يعني يعني في مباريات كتيره بنشوفها لا، الرجوع للفار بيدي، لانك انت برضو الاجهزه اللي قاعده والمسؤولين اللي بيبقوا صارفين والناس بتبقى انت مثلا جه في الجون تسلل ظلم مثلا نزلك درجه تانية مثلا، يعني مظبوط، او خلاك ما تاخدش البطوله، او بتحسمها يعني. يعني انا متخيل مثلا التقنيه الفار دي لو موجوده مثلا في الجون بتاع انرامو اللي جابه في الاهلي بايديه كده، ما كانش حد هيقدر يعني صح. لكن الثانيه بشريه هيقول لك انا ما شفتش انا مثلا. يعني انا بقول لك في البطوله الافريقيه، انا فكرتني بالموقف مباراه الاهلي والترجي، ما كانش فيها فار. سيما المال الحكم الاثيوبي كان بيسمع في السماعه الكوميونيكيشن بينه وبين الغرفه، واصلا ما كانش فيه غرفه. لا انا اقصد يعني انا بصراحه كنت ضدها الاول، ولكن لما شفتها ان هي ما عطلتش، يعني هي بتاخد اصلها ما بتاخدش يعني دقيقه ودقيقتين. يعني ما بتاخدش كتير، يعني دقيقه ايه؟ دقيقه كتير جدا، ما بتاخدش دقيقه كمان. لا دقيقه كتير ايه؟ ده في الدوري الانجليزي بيقعد بالاربع خمس دقائق. ممكن يعني بس اللعبه الجدليه بس يعني مش في كل ما بيروح بيشوفها بيتاكد ان هي مثلا ما لقيتها ما قللتش من انا كنت يعني مع خلاص مع التطبيق يعني. هل هو اجباري للحكم؟ اجباري للحكم لا، في حالات معينه، حكم الساحه في حالات معينه، ولا في حالات معينه. لا هو في النهايه قرار، ما تقدرش تجبر الحكم. لا هو في النهايه قرار، بس في حاجه بقى، بس مش في كل. لو انا عندي مش هقول لك مغرض عشان ما يعني بندي السلامه لكل الحكام في العالم كله، يعني لو انا عندي شيء من ورحت الفار ولقيتها بتاع يعني بس في الدوري الانجليزي، في الدوري الانجليزي حكم الفار هو اللي بيدي الراي. في الدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي حكم الساحه ما بيروحش اصلا للشاشه. والله في الدوري الانجليزي مختلف. عشان كده انا بسال الدوري الانجليزي في اليه التنفيذ هنا بقى. لا اللي انا كنت عارفه انه الحكم لما بيروح يشوف في بعض الدوريات في كره افريقيا لازم تروح تشوف في الشاشه، بيشوف في الشاشه وهو اللي انا بقى مع الدوري الانجليزي برضه، مع الدوري الانجليزي طبعا طبعا، لان في حكام لا والله لو ادان انت في مالطا مش هيحسب لو هو ايه. ما هي بس هتقل، بس نسبه الاخطاء تقل. انت تستعين بيه طبعا، بس انت تستعين بيه في اربع خمس حالات، يعني لو هدف فيه شك، لو تسلل، لو كارت احمر، مش عارف ليه بقى، حالات يعني معينه. انت ممكن جدا بعد ما تشوف الحكم بعد المباراه هتلومه مثلا، هتقول له دي البنالتي دي ما كانتش بنالتي، او الجون ده كان اوفسايد، هيقول لك لا والله ده انا شفتها كده. لكن لما بيروح ويتاكد بتبقى برضه صعب عليه، وفي نقاش مع الحكم اللي موجود يعني في الغرفه، صعب عليه انه الناس كلها اتعادت وتشاف التاني، يعني بتبقى صعبه يعني. اكيد هتبقى نسبه الاخطاء تقل طبعا. اكيد. طيب اختم معاكم بقى بالحديث عن مباراه الاهلي والنجم الساحلي، وعندنا مباراتين قبل مباراه النجم، مباراه طنطا، مباراه المقاولين، وبعد كده مباراه النجم الساحلي. مباراه النجم الساحلي تكسبها هتبقى بنسبه 90% قربت، بس تعمل نتيجه ايجابيه في المباراه الاخيره، وممكن ما تحتاجش المباراه الاخيره لو الهلال عمل نتيجه سلبيه في مباراه زيمبابوي. مظبوط. ايه الرساله اللي اتقال في التوقيت ده كابتن اسامه للجماهير، تحديدا الجماهير في التوقيت الحالي، ان الاهلي عنده فرص عديده جدا للتاهل وفرصته موجوده بنسبه كبيره جدا، ومحتاجين يبقى في تفاؤل لاكبر من كده، لان احنا لسه في دوري المجموعات. دوري المجموعات انت بتحقق فيه نقط، القياس النيك اوت، المباراه الغالب والمغلوب في الذهاب والعوده. مظبوط. يعني احنا في بطولات قبل كده كنا متعسرين ولحقنا نفسنا في اخر مباريات، وده ممكن يحصل لفرقه كره القدم. صحيح احنا يعني ايه الامور مش هنقول يعني اتصعبت
بنسبه 100%، ولكن مفيش شك انه قبل البطوله ما تبتدي او قبل المجموعه ما تبتدي كان في فرق واضح ان النادي الاهلي هو المتسيد للمجموعه. ظروف خساره مباراه النجم الساحلي دي هي اللي لخبطت الدنيا شويه بالظبط، وضعف فريق بلاتينيوم. ليه؟ لانه انت احيانا في مجموعات بتبقى في فرقه معقوله تقدر تخطف نقط بسهوله من فرق كتير، لكن اللي صعب المجموعه دي انه فرقه بلاتينيوم من السهوله انك تاخد منها الست نقط، فدي صعبت شويه الاهلي بعد ما تعادل هناك لان النجم الساحلي خسران على ملعبه من الهلال. لكن رغم انه عشان هو خد الثلاث نقط خارج ملعبه من بلاتينيوم فتصعد بيه الاول دلوقتي 9 نقط، فبقى بالنسبه له مرتاح نسبيا، لانه هو حتى لو خسر مباراه الاهلي عنده فريق بلاتينيوم اخر ماتش 12 نقطه يعني وصل 12 وهيبقى وصل. هي اتصعبت شويه، لكن ما زلت انا واثق ومتاكد انه الجهاز الفني للنادي الاهلي ماشي بشكل كويس قوي، اللعيبه متمرسين وعندهم خبرات كبيره، ولما بيركزوا ويهتموا متاكد ان شاء الله ان يقدروا يتخطوا اولا ما يفكروش الا غير في النجم الساحلي ان شاء الله. طبعا الدوري زي ما قلنا بنفصل بكره طنطا وبعد كده المقاولين، انا بتكلم لما تيجي مباراه النجم الساحلي يفكر فيها بس، ما يشغلش نفسه خالص بالهلال السوداني هيعمل ايه او عمل ايه في مباراه بلاتينيوم او كل الكلام ده. دي حاجه قدريه، ما احنا ما نعرفش، احنا مش هنمسك ان الهلال ما يكسبش مثلا بلاتينيوم بره، ده هو في الجيزة. لكن الهلال هيلاعب النجم قبل مباراه بلاتينيوم والهلال بيوم، فانت هتلعب وانت مش باصص لاي نتيجه ثانيه. لا، وحتى المفروض ما تحسبهاش انت كده، انت المفروض ان شاء الله ماتش النجم الساحلي في ملعبك هنا انت لازم تاخد الثلاث نقاط ان شاء الله باذن الله. بعد كده شوف بقى الحسابات رايحه فين، تروح فين. انت محتاج مكسب في السودان، انت محتاج تعادل، انت خلاص مثلا الهلال خسر في بلاتينيوم هتبقى الامور صعبه عليه، فانت المهم انك تركز في مباراه النجم الساحلي الاول فقط، لان اول او تاني مش هتفرق لان طلعت اول هتلاعب يا الزمالك يا الرجاء يا الوداد، لا مش فارقه كتير، طلعت تاني يا تلعب يا صن داونز يا الترجي، يعني الفرق مازيمبي، يعني الفرق كلها نفس المستوى. خلي بالك ساعات انت بتقعد تحسبها، هو طبعا انت بتفضل انك تطلع اول عشان المجموعات الثانيه على ملعبك، لكن احيانا انت بتقعد تحسبها، يعني انت تخيل ان شاء الله الاهلي يطلع اول، بس تخيل الاهلي طلع تاني، كل اللي مثلا كان في المجموعه اللي هو عايز يحسب الاهلي هيطلع اول ويبعد على الاهلي وجاله مثلا، فانا اقصد انه مش فارقه كتير انك تطلع اول او تاني دلوقتي بالظبط في المرحله اللي احنا دخلنا فيها دي، خاصه المباراه النهائيه مباراه واحده وفي ملعب ممكن تكون ملعب محايد فمالهاش علاقه مظبوط بمواجهات الفرق ان شاء الله. طيب استاذ محمد، ردك في هذا الملف لو عايز تتكلم فيه، وبرضه عايز اسالك على جزئيه كنت طرحتها في بدايه الحلقه، وهي فكره استعانه الاتحاد التونسي بحكام النخبه في القاره الافريقيه. تعليقك على هذا الموضوع، وفي نفس الوقت بقى الاتحاد الافريقي لو حكام النخبه بيحكموا في الدوري التونسي، الاتحاد الافريقي في الموقف ده يعمل ايه؟ يستبعدهم ولا يجيب بقى حكام صغار السن، ولا يتعامل ازاي في الملف ده؟ لان دول هيبقوا مقيمين في تونس عندهم مباريات دوري تونس الفتره اللي جايه. لا طبعا هي ازمه كبيره، انا طبعا الاتحاد الافريقي حط نفسه في مأزق، انا دي من وجهه نظري يعني. حط نفسه في مأزق ولا هو اتحط في مأزق؟ اتحط في مأزق هو. اتحط في مأزق. لا وهو كمان مشارك في المأزق. ليه؟ ما هو دلوقتي حكام النخبه اللي هم التوانسه. حكام النخبه في افريقيا اللي هيحكموا في الدوري التونسي يعني. هو ده تحت عباءه مين؟ او تحت الاتحاد الافريقي بس. يبقى هو حط في نفسه ولا ما حطش؟ يبقى هو شارك وحط نفسه في هذا المأزق. يعني انا يعني احنا لسه بنتكلم عن تكافؤ الفرص وعن العداله وانك انت يبقى عندك رؤيه مستقبليه. هل الاتحاد الافريقي حط الرؤيه المستقبليه بالنسبه لحكام النخبه وحكام التوانسه في تونس يعني وكده، هل حطه في الاعتبار؟ ما حطش في الاعتبار يعني، ولا في دماغه. ممكن يكون اتفاجئ زي حضرتك. هو اتفاجئ ممكن. لا انا مش هقول، انا مش هبني رايي برضو على معلومه مش واضحه. انا الراي اللي بنيت عليه المعلومه كانت واضحه بالنسبه لي، ان الاتحاد التونسي اعلن عبر موقعه الرسمي ان هيتم الاستعانه بكل حكام النخبه في الفتره اللي جايه في كل مباريات القمه في الدوري التونسي. وده كان قرار غريب بالنسبه لي يعني. طبعًا. انا اول مره اشوف حاجه زي كده، ان انت تجيب الحكام بتوع الاتحاد الافريقي حكموا في تونس الفتره الجايه في ظل ان احنا داخلين في مراحل التصفيه النهائيه والجولات اللي هي فيها خروج المغلوب. الا بقى لو الاتحاد الافريقي هيستبعد الحكام دي من المباريات اللي هيبقى فيها
فريق من تونس وفريق تاني. ما هو هيعمل ايه؟ اصل انا هديك مثال بكره مباراه الترجي والنجم هيديرها بملكه سيما حكم الاثيوبي. نفترض طبعا هو لسه مفيش حاجه رسمي اعلنت مين حكم مباراه الاهلي والنجم، بس هو هيدير بكره مباراه النجم والترجي وممكن يجي يدير مباراه الاهلي والنجم. لا استحاله. طب ازاي؟ لا استحاله. ده كان سبب رئيسي في الاعتراض على جوشوا بوندو ان هو ادار للاهلي مباراتين ورا بعض. استحاله النادي الاهلي ساعتها يقدر يحتج بسهوله. لا ازاي استحاله؟ لا هو النادي الاهلي بقى من حقه ان يعمل خطوه استباقيه من دلوقتي، ومن حقه ده، حقه لائحيا وقانونا. طب دور الاعلام فين في الملفات اللي زي دي؟ هو الاعلام مجرد ما يعرف معلومه بيطرحها على المجتمع بس يعرف المعلومه. اديني بس المعلومه الرسميه والاتحاد التونسي نشرها بس كده، وبكره المباراه الساعه 3 بس خلاص. بكره هيبان بقى بكره يعني المباراه بشكل رسمي. انا بس عايز اقول بلغه المانشيتات ولغه الصحافه ان طنطا والمقاولين يجهزان الاهلي للمعمعه الافريقيه. هل فعلا مستوى طنطا ومستوى المقاولين هيجهزوا فعلا الاهلي بشكل قوي؟ هل هو الدوري طبعا كابتن اسامه؟ هل فعلا هل طريقه لعب طنطا قدام النادي الاهلي هتتناسب مع طريقه لعب النادي الاهلي في الكره الافريقيه؟ هل المقاولين هيلعب بنفس الطريقه او نفس المستوى او نفس يعني مستوى الفني وكل قدام النادي الاهلي زي ما النادي الاهلي هيلعب قدام النجم؟ طبعا عسل الكابتن اسامه بنفس الصيغه. لا يعني الاهلي عايز يكسب المباراتين. انا شايف انا شايف انه هيبقوا استعداد قوي يعني مهمين للنادي الاهلي قبل النجم الساحلي. اولا طنطا بيصارع من اجل البقاء، وطنطا اسلوب لعبه متحفظ شويه والنجم الساحلي ممكن يجي متحفظ انه عايز يطلع بتعادل. هو عمل في تونس كده يعني حتى هو انا شفت مباراه الهلال والنجم الاخير بيلعب تملي بثلاثة في قلب الدفاع. قلب الدفاع يعني بيلعب بخمسة. حتى في مباراة الأهلي والنجم الساحلي كان بيلعب كده. صحيح طنطا والمقاولين ما بيلعبوش كده، ولكن أسلوبهم أسلوب طنطا بتحاول يعني تتكتل قدام ال 18 وكده هيبقى مشابه شوية. بدليل إن كان متقدم على الزمالك للحظات الأخيرة. ما بيهاجمش على طول يعني أعتقد. نفس الشيء المقاولين العرب يمكن المباراة الأخيرة عملها ممتاز طبعا اللي كسبوا فيها ثلاثة، لكن قبل كده معظم الماتشات كان برضو فيها تحفظ في الناحية الدفاعية. استعداد جيد يا كابتن أسامة. استعداد جيد جدا. طبعا. كابتن أسامة أنا بشكرك، نورتني وشرفتني وسعيد جدا بالحوار معاك. اتكلمنا في ملفات ومحاور كتيرة جدا، لكن اللي جاي ان شاء الله هيكون افضل بالنسبه للكره المصريه ولنادي الاهلي بشكل خاص. شكرا ليك يا محمد وسعيد، وسعيد بوجودي مع باهي ومعاك يعني طبعا. اكيد كل الشكر ليك استاذ محمد باهي. انا سعيد جدا بالحوار معاك، ودايما ارائك فيها نقاشات وفيها كواليس ودايما كده متعلق في الممتاز به، ومهم جدا كنا نسمع حوارك برضو ورايك في موضوع الملفات المتعلقه بالدوري الممتاز والملف الافريقي وموضوع حكام النخبه اللي هنشوف الفتره الجايه وضعهم ايه في الدوري التونسي. اشكرك شكرا جزيلا، وانا سعيد جدا كنت معاك، وكل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله. شكرا جدا استاذ محمد. فقره كانت مهمه جدا، اتكلمنا فيها في اكتر من اتجاه واكتر من محور واكتر من راي. كابتن اسامه عرابي اتكلم في الامور الفنيه، الاستاذ محمد باهي اتكلم في الامور الاعلاميه ووجهه نظر الاعلام الرياضي والنقاد الرياضيين في الملفات المطروحه في التوقيت الحالي. لكن بالطبع الفتره القادمه في ملفات كثيره جدا، المتعلق بالنادي الاهلي بشكل مباشر بنتكلم فيه، اللي متعلق مع النادي الاهلي بشكل غير مباشر بنحب ان احنا نلقي الضوء عليه، عشان في النهايه بتهمنا في النهايه مصلحه النادي الاهلي في الحق، لان احنا بالتاكيد بنسعى وبن احنا نفوز محليه والبطوله المحليه، بنسعد جماهيرنا كمان في البطوله الافريقيه، والاهلي ان شاء الله على محك في مباراتين هامتين جدا، وفرص الاهلي كبيره جدا، تفائلوا بالخير تجدوه، وان شاء الله الاهلي موجود في دور الثمانيه وعنده منافسات قويه جدا، والسعي بالتاكيد في الفتره القادمه للفوز بالبطوله المحليه ومواصله المشوار بشكل قوي في البطوله الافريقيه، ولما لا الفوز بالاميره الافريقيه في ختام هذا العام ان شاء الله دوري ابطال افريقيا، العوده من جديد الى الامجاد في كاس العالم للانديه. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده. بعد الفاصل زميلي العزيز عمر ربيع ياسين وفي ضيافته الناقد الرياضي الاستاذ احمد عويس، وفقره اعلاميه صحفيه مهمه جدا في كواليس عديده هيتكلموا فيها بالتاكيد في الفقره الحواريه الاخيره من برنامج الاهلي الليله. شكرا والى اللقاء.